الفن في الربع الأخير من القرن العشرين، ليه اخترت الموضوع الصعب لرسالتك في الدكتوراه؟ عشان كان لازم اختار ما بين مجموعة اختيارات كنت بعملها او كنت بدرسها انا والدكتور اللي كان مشرف على الرسالة عندي، الدكتور نبيل شورى. كان في عدة اختيارات، انا اخدت الحاجة اللي ممكن تكون قريبة من الشغل بتاعي. انا في ايام كنت في المدرسة كنت دايما غاوي ان انا اسمع الاغاني القديمة واحفظ الاغاني القديمة، ولما كنت في فرقة الكورال والموسيقى كانت المدرسة او المدربة بتاعتنا كانت دايما بتدربنا على الموشحات والادوار القديمة، فهي دي كانت المدرسة اللي اتعلمت فيها، فكنت بحبها جدا. عشان كده لما جيت في الدراسة اختار حاجة ان انا ادرسها بتعمق اكتر واعمل فيها رسالة الماجستير والدكتوراه، اخترت حاجة عن الفن القديم والاصوات الناس العمالقة الكبار والاساليب بتاعة الاداء بتاعتهم، كل ما يخص الأغنية بكل العوامل والأطراف اللي بتشتغل فيها، كل حاجة بتخصها في النص الثاني من القرن العشرين لغاية وقت ما اتناقشت الرسالة، كنت حابب أن أنا أتعمق فيها أكتر. لقب دكتور خلى بعض المطربين يحسوا بالغيرة منك؟ لا، هو في بعض الناس كانوا بي بي بيستغربوا جدا ان انا ليه بعد ما بقيت فنان ومشهور ليه بكمل الدراسه. كان ده التساؤل بتاعهم، ومع انه كان يعني حاجه صعبه جدا. ان تساؤل ولا استنكار منهم؟ كان يعني كنت بحس في بعض الاوقات يعني من بعض الناس اللي حتى في الكليه، معلش ما تزعلوش بقى انا بقول الصراحه، ان هم يعني انت ايه اللي جايبك؟ ايه اللي يعني ايه اللي مخليك مركز قوي كده؟ يعني عايز تاخد مكان حد مننا؟ مع اني ما كنتش بفكر ابدا ان انا اكمل الدراسه عشان ارجع اشتغل معيد تاني. ما كانش ده في دماغي خالص. كنت بكمل الدراسه عشان حابب ان انا اثقف نفسي اكتر واخلي العلوم اللي انا بشتغل فيها، وخصوصا ان هي يعني مرتبطه ارتباط كبير جدا بالشغل بتاعي اللي انا بشتغله في الفن، كنت حابب ان انا اتثقف اكتر ويكون عندي درايه اكتر بالشغل اللي انا بعمله وشكله ايه. تقول لي مين الله عليك يا سيدي؟ لكل حد بيغني كويس دلوقتي. عمرك حسيت انك عامل عملة؟ ايه ده؟ شكله كذا عملة، مش عملة واحدة ابدا. ما انا عمال افتكر لك انهي واحدة، بس هم انهي واحدة؟ افتكر لنا واحدة كده ايهاب، بس يعني واحدة بجد وبصراحة ومن الحاجات كده اللي في الصندوق اللي محدش يعرف. لا، ما هو حاجات من الحاجات اللي في الصندوق اللي محدش يعرف، ما هي مش هتطلع. عمايلك كلها ما ينفعش تتكلم عنها؟ لا لا، خلينا كده كويسين، خلي الطبق مستور. خلي الطبق مستور. ازاي واجهت عاصفة الهجوم عليك بعد ظهورك في كليب احلى منهم مع فتيات شبه عاريات، وانت معروف عنك التزامك ورفضك للعري في كليباتك؟ هو يعني اتكلمنا كتير قوي في الموضوع ده بسمة، يعني هي كانت حاله كده بتتعمل، يمكن اللي بيبقى مسؤول عنها اكتر المخرج، بس انا قلت بعد كده بعد المفروض ان انا لو مش عجباني، لو في حاجه مش عجباني ان انا اقول لا مش هصور، مش هقول طيب معلش عشان ما اعملش مشاكل ومعلش عشان مش عارف ايه. اي حاجه هتتحسب كويسه او وحشه او صح او غلط في اي عمل فني موجوده صورتي فيه او انا موجود فيه، هتتحسب النجاح او الفشل او الانتقادات هتيجي فيا انا اذا كانت كويسه او وحشه. يعني دي علمتك ايهاب تاخد بالك بعد كده. تمام. ايه رايك في ذكاء عمرو دياب؟ كويس، بس بيقابلوا حاجات تانية انا يمكن لي عليها بعض التحفظات، بس طبعا صعب ان فنان ينقد فنان تاني، خصوصا لما يكون حد زميل وانا بحبه وبحترمه. الذكاء حاجه كويسه، بس في بعض الاحيان بتتفسر عند بعض الناس بحاجة تانية، وبتوصل لبعض الأحيان إن هي ممكن تضايق بعض الناس، فمش بتتحسب ذكاء قوي. تفتكر محمد فؤاد اختفى ليه؟ لا، محمد فؤاد ما اختفاش، لسه السنة اللي فاتت عامل الأغنية بتاعة طمني عليك وكانت حلوة جدا، وأنا الناس كنت بشوفهم في كل مكان، الناس بتحبها جدا وقت ما يعني ظهوره أو وجوده على الساحة زي الأول؟ الانحصار اللي بيحصل لبعض الناس عشان هم محتكرين في فضائيات معينة هي مشكلة بتواجه ناس كتير، وأنا اتحطيت في الموقف ده بس أنا رفضت. يعني في بعض الأوقات في ناس بتسيب نفسها لأن هي تنقاد ورا الناحية المادية
على حساب ظهورهم واستمرارهم بنجاح وبقوة مع الناس. أنا لقيت ده هيحصل لي فقلت لا، يعني بلاها الموضوع بتاع الفلوس، أنا ليا شغل تاني من الحفلات ومن اللايف ومن الشغل كتير الحمد لله بشارك فيه وبيجي لي عائد مادي كويس جدا الحمد لله، فمش هخلي موضوع الألبومات كمان تبقى هي عشان يبقى فيه احتكار لصوت وصورة إيهاب في قناة فضائية معينة أنه يتقفل عليه العلبة اللي بتحط فيها بعض الناس. من هو رئيس جمهورية الغناء الموجود على الساحة الآن؟ هو مفيش رئيس جمهورية للغناء دلوقتي، في وزراء كتير، إنما رئيس الجمهورية ده مش موجود. طب أكتر وزير نشيط في مجلس الوزراء؟ لا، في وزراء كتير زي نشطة جدا. أنت قلتي عمرو، محمد منير، لو اعتبرت ان انا واحد من الناس النشطاء ممكن احط اسمي في وسطهم، يعني ما يعني معلش ما ادوني الحق ده بس وفي ناس كتير حتى لو ما كانوش مستمرين في النشاط الغنائي فهم عوضوا بعض النشاط الغنائي ده بان هم بيستثمروا في السينما، بانهم بيعملوا افلام استعراضيه، افلام بيظهروا فيها باغاني بتفضل مستمره معاهم على كل الفضائيات الموجوده دلوقتي، فده ذكاء برضو منهم. طب مين المطرب اللي في جيلك اللي ما خدش اللي يستحقه؟ من الناس اللي بيغنوا كويس جدا خالد عجاج مثلا. خالد عجاج برضو بسبب احتكاره في مكان معين في شركة معينة يعني بعد شوية عن الساحة، مع انه من الاصوات اللي كان بيتغني كويس جدا وكان له نجاحات في وقت ما ظهر واستمر فتره، كان ليه نجاحات حلوه جدا في الاغاني اللي واخده الشكل الشعبي والدرامي شويه، كان ناجح وظهر فيه بشكل كويس جدا وعالي قوي، لكن برضو موضوع ان هو بيظهر في قناه فضائيه واحده وما بيظهرش لناس كتير ده برضو خلاه بعيد شويه عن الساحه. بتحس بايه لما تلاقي مطرب غنى أغنية واحدة كسرت الدنيا وخلته نجم بين يوم وليلة؟ أنا يعني بكون مشفق عليه عشان نشوف هو هيعمل إيه بعد كده، هيعمل إيه في اللي بعده، لأن هي مشكلة كبيرة جدا. الحكاية دي يمكن حصلت معايا من أول ما ظهرت بأغنية كانت قوية جدا، أغنية داني؟ بحبك يا سمراني. داني، بحبك يا سمراني. ما هي داني، هي الأغنية اسمها داني. بس يعني اللفظ اللي كان بيتكرر فيها كتير كان كلمة بحبك يا سمراني. اول ما ظهرت بالاغنيه دي كانت بتتسمع في كل مكان، في سهرات، في افراح، في محلات، في عربيات، في السنتر، في شوبينج، في كل مكان. فالناس بقت اللي حواليا، طب انت هتعمل ايه؟ يعني اغنيه نجحت النجاح ده كله، كان فعلا ليها ذكريات جميله جدا، انت هتستمر لكل الناجح ازاي؟ الجيل اللي كان موجود وعايشه جوانا لحد دلوقت فعلا. ويا ريت تسعدنا بانك تسمعها لنا يا ايهاب. داني بالفرح داني لما قلبك ناداني، داني بالفرح داني لما قلبك ناداني، نورك هل وهداني، طيفك بحر وسقاني، واتي من بدري واتي، عاشق ومغنى واتي، ماشي في ليلك نياتي، بحبك يا سمراني، شامة طبع الوسامة، عالخد أجمل علامة، ياما بسمع ملامة في حبك يا سمراني، هاتي يا دنيا هاتي، داوي بالشقهاتي، يلي بالحب آتي، بحبك يا سمراني، آية ده الحسن آية، للحلوين حسنك مراية، والله ما لقيت نهاية لحبك يا سمراني، بحبك يا سمراني، بحبك يا سمراني، بحبك يا سمراني.